$100,000 اذا انا اكلمك ولا ينقص دولار واحد. تمام سدينا. انا سد. الادمي هذا الادمي موجود شيجي ها اذكر الحي طرف فلوسه من دوها. ما يهمك كل شيء جاهز خليته يجي من اخر الدنيا علشان ما حد يشوفه. في اثار 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 حميريه ما توجد الا عند سنان. السلام عليكم. عليكم السلام. مين مالك اخرتنا؟ وين البضاعه؟ وري لنا الرجال عشان يفحص ويدي لنا الفلوس. البضاعه موجود اتفقتوا على الساعه؟ اتفقنا جاهز كله. خلاص البضاعه موجوده. يلا بسم الله. هذه البضاعه. لا يهمك يا ابو صاروخ. تعال يا بضاعه. هذه البضاعه. انا كان اشهر النت. وري تمثال. بقول لك ما ابو تمثال ما بلا الارنب هذا دحين شتو مضمون ولا مندي؟ مش وقت المزح يا ناشر جمع عقلك. هذه فرصتنا فرصتنا. يم فرصه يا سنان نبيع هذا البلاد. انا فرصه الله يلعنها فرصه. سنان من الاثار؟ ثاني انا علشان ارنب. لا لا لحظه في سوء تفاهم. لحظه يا ناشر ما يصلح شاكذا يا ناشر. الا يصلح. وعدنا الرجه. الاثر دفنته. وين دفنت؟ اروح انا وانت نخرجه. ما راح نخرجته في الليل وانا مغمضه قد دفنت ورحت الليل. يعني اذا احنا ما نقدر اثار بلادنا انا دفنتها انا ومشيت. قلت يلا عيال قادم يا سنان تقدر اثار البلاد. يا ناشر لا تتضرب بيش الله يحفظك. الحين ما معك الا الحظ الحين ما تشتوا. الحين اعمل لكم مندي ولا مضمي؟ سنان. ها؟ انا الاثار. لا لا بس يعني مرق الارنب روعه. خلينا نشرب مرق الارنب وبعدين مالك اللي اثر من هنا ومن هنا جبعت. لا لا نحكي اثر ولا يهمك اثر. لا مالهم الجناوله مشي ولا قالوا لي اشتو مندي ولا مضبي.